يسألوا شيخ صالح عن إعفاء اللحية، عن إعفاء اللحية وحف الشوارب، وما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ هذا من خصال الفطرة ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إعفاء اللحى بمعنى إكرامها وإرسالها وعدم التعرض لها بقص أو حلق، وكذلك عدم التعرض لها بصبغ بالسواد الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. كل ذلك من ما يشرع في حق اللحية، إكرامها وإرسالها وعدم التعرض لها بقص أو حلق أو صبغ بالسواد إذا كان فيها شيء، وإنما تصبغ بغير السواد. وأما إحفاء الشارب فمعناه قصه وجزه، حيث لا يترك يطول، وإنما يتعهده بالقص أو بالجز ولا يتركه يطول ويشوه وجهه. فإن من عادات الكفار ومن قلدهم من المسلمين أنهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالفون الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والتي هي من سنن الأنبياء، وهي أنهم يحلقون لحاهم ويعفون شواربهم ويوفرون شواربهم. هذا من مخالفة ما شرعه الله سبحانه وتعالى. الواجب العكس، إعفاء اللحية وتوفيرها وإحفاء الشارب، لأن هذا هو الجمال وهذا هو الكمال للرجال. أما العكس فهذا من الدمامة ومن تشويه الصورة، وأعظم من ذلك من مخالفة الهدي النبوي الذي لا صلاح للعبد إلا باتباعه والتمسك به. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.